طيب حضرتك اتكلمت قبل كده وقلت انه العالم بيتجه بسرعة لإعادة تشكيل النظام الدولي، ايه ملامح النظام ده؟ ده موضوع بقى كبير جدا طبعا، لان ايه، انا عندي عالمتين حصلوا في سنة 21، الكورونا والخروج الامريكي من افغانستان. دول انا بعتبرهم متغيرات حادة، لان طبعا الكورونا مش مرض فقط، دي الكورونا دي عملت تأثيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، تأثيرات بالظبط اجتاحت كل العالم. بالظبط، فلا يمكن تجاهلها في إطار السياسة الدولية والعلاقات الدولية، بل بالعكس ده هي يمكن أحد العوامل اللي أدت. أنا كنت أتوقع أن موضوع الكورونا ده خطر عابر للحدود، فيقوم يحصل نوع من الوفاق ما بين الدول أنها تجتمع عشان تقدر تواجه هذا الخطر. ده كان توقعي في الأول، لكن ما حصلش. ده يعني طلع ترامب قال لك الفيروس الصيني بالظبط وحصل دخلنا حروب ما بين الشركات الجنسيات المختلفة في اللقاحات وبعدين متحور ورا متحور، فانت دخلت عليك في معركه اخرى اللي هي معركه بقى ايه، البقاء. والبقاء بيخلي الناس مش بتبص لحد، يعني انا عايز احافظ على نفسي ومش مهم بقى الاخرين. فده تحول الامر من مرحله الوفاق الى مرحله الانكفاء، الانكفاء على النفس. كل دوله اصبحت بتبص لنفسها، فدي ده متغير. المتغير الثاني هو الخروج الامريكي من افغانستان، وزي ما قلنا هو ما كانش مفاجاه، ده كان بيتم الاعداد له من ايام ترامب. ولكن الخروج بهذه يعني بهذا الشكل له دلالات كبيره على العلاقات الدوليه، لان انت حضرتك فجاه سبتي كميه كبيره جدا من السلاح اللي هي اصبحت ملهاش قيمه، وده بيديك انطباع جديد على ان الحروب القادمه مش بالضروره هتستعمل الاسلحه الثقيله اللي هم سابوها ومشوا. دي يعني عليك يوم الطياره المشهوره اللي كان الناس بتجري وراها دي، ايوه المشهد الشهير ده. لو شفتي عليك على التارماك هتلاقي كميه دبابات واقفه امريكيه خلاص مهجوره، عباره عن شويه حديد. ده بيدي لك الانطباع على طول خلاص ان النوع ده من السلاح في الفتره القادمه مش هيكون هو ده الاساس. يعني احنا في الحرب العالميه الثانيه كان في عمليه الاشتباك، الدخول مع بعض عن طريق الدبابات والحاجات دي. الحرب العالميه الاولى كانت حرب خنادق، كل واحد قاعد في خندق وبيضرب الثاني. ففي تطور جديد حاصل دلوقتي اللي هو كل شيء اصبح عابر للحدود، وهو ده المتغير الجديد في العلاقات الدوليه، ان حضرتك الحرب هتبقى عابرة للحدود، الأمراض عابرة للحدود، تغير المناخ عابر للحدود، المشاكل الاقتصادية عابرة للحدود، الهجرة للأسف هي الحاجة الوحيدة اللي عابرة للحدود، لكن مش مسموح للإنسان إن هو يعبر فيها الحدود. يعني أي حاجة تانية المرض هيجي، الصاروخ الموجه هيوصل بس لنا، الإنسان مش هيعبر الإنسان الحدود. يعني للأسف الإنسان هو الشيء الوحيد اللي أصبح يعني منبوذ في هذا النظام الدولي الجديد. فبالتالي حضرتك أنت داخلة في مرحلة ال10 سنين القادمة دي، مرحلة إعادة تفكير في شكل العلاقات الدولية، في مدى كفاءة الأجهزة الدولية، الأمم المتحدة والأجهزة الإقليمية زي الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، كل ده الفترة القادمة هتعيد صياغة هذه الأجهزة، بل بالعكس أنا أشوف كمان أن هي هتضعفها. يعني الأمم المتحدة في خلال ال10 سنين اللي فاتت لم تقم بوظيفتها الكاملة، فما بالك بقى حضرتك في ال10 سنين القادمة هيكون دورها إيه؟ لأن الاتحاد الأفريقي نفس الشيء مش قادر أن هو ينجز ملف مهم جدا اللي هو ملف السد الأثيوبي، مش يعني دايما متعسر، وكل فتره احنا داخلين خلاص على الرئاسه السنغاليه بعد الكونغوليه ما خلصت. فاذا احنا امام شكل جديد من العلاقات، ولكن السياسه الخارجيه المصريه بقى عندها الاستشراف لهذه الابعاد، وعشان كده بتشتغل بطريقه مختلفه شويه وهي صحيحه ومهمه، قايمه على 3 محاور: الاستقرار والسلام والتنميه. استقرار، سلام، وتنمية. يعني النظام العالمي الجديد اللي حضرتك اتكلمت عنه كيف سيؤثر على مصر؟ احنا عارفين المبادئ اللي حضرتك قلت عليها، الاستقرار والسلام والتنمية، ولكن ايه اللي هيتغير على الأرض في مصر وفقا للنظام العالمي الجديد؟
ما هو ده بقى اللي حضرتك ان انت يعني هاو تو انجيج، او يعني ازاي تدخلي نفسك في المعادله الجديده ديت بمفاهيم جديده. وهتلاقي انه احنا بدانا من الان ان احنا نخش بهذه المفاهيم الجديده. انا مش بقولش اسرار، يعني انا بقول قراءه لسياسات حاصله. يعني مثلا هتلاقي ايه السلوك اللي احنا عاملينه في اقترابنا من اليونان وقبرص، ده محور التواجد السيد الرئيس مثلا في قمه الفيش جراد، ده محور تاني وهفسره لك. العلاقه القويه جدا مع فرنسا ومع المانيا بغض النظر عن البيان اللي احنا تحدثنا عنه، البيان المراهق ده. فاذا انت تحسوا بقى للنظام الجديد ده ماشي على ثلاث محاور في التعامل مثلا مع الاتحاد الاوروبي والرقعه المتوسطيه اللي هي مهمه جدا بالنسبه لمصر. تعزيز علاقتك بالكتله كلها الاتحاد الاوروبي، ثم ثنائيا مع كل دوله على حده، التجمعات اللي داخل الاتحاد الاوروبي ايضا انت بتعززي مكانتك معاها زي قمه الفيش جراد، ودول اللي هي متوسطيه وقريبه من حدودك الاقتصاديه والبحريه اللي هي اليونان وقبرص. فاحنا عندنا كذا مرحله او كذا محور، احسن دي الطف، كذا محور بتتحركي عليه في التعامل مع الاتحاد الاوروبي. فادي حاجه الولايات المتحده الامريكيه، انت برضو عندنا علاقه استراتيجيه قويه جدا جدا بغض النظر عن اللي باين على السطح، لا لكن امريكا بتنظر الى مصر بنظره مهمه انها دوله مهمه في منطقه. احنا كلمه السر اللي احنا استعملناها خلال الفتره الماضيه الاستقرار. ولما تبص كده على الخريطه هتلاقي حضرتك ان احنا واحه حوالينا عدم استقرار، يعني احنا الوحيدين كده اللي عندنا حاجه خضراء، عندنا خضار، والباقي كله عدم استقرار. بالظبط. شيء قاحل قاحله.